كما بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وقال وزير الداخلية في برقية التهنئة: إننا ونحن على أعتاب هذا العام الجديد، تتواصل مسيرة العمل الوطني في جني ثمار العمل وحصد بشائر الأمل في غد مفعم بمظاهر النصر المبين. تتكامل حلقات التخطيط لمستقبل التحديات. بعزيمه واراده لا تلين كما بعث وزير الداخليه برقيه تهنئه بهذه المناسبه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كما بعث وزير الداخليه برقيه تهنئه للفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه وقاده وضباط وجنود القوات المسلحه بمناسبه حلول العام الميلادي الجديد وهنا وزير الداخليه القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاون الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام